والآن نحن في إحدى الجامعات الأمريكية. مثل ما تلاحظون هذه بحيرة موجودة في داخل الحرم الجامعي، والماء متجمد، يعني البحيرة متجمدة، والبط بدل أنه يسبح في داخل البحيرة قام بالمشي عليها، علما أنه درجة الحرارة اليوم يعني تصل إلى 16 درجة مئوية. السبب في ذلك هو أنه كان هناك عاصفة ثلجية يعني أصابت هذه المنطقة كلها في الأيام الماضية، ووصل درجة الحرارة إلى سالب 10. الظاهر أنه يعني لحد الآن آثار هذا الشيء موجودة. تلاحظون هنا أنه يعني الماء متجمد والبحيرة جامدة والبط مستمتع بهذا الشيء. المكان الوحيد الغير متجمد هو القريب من النافورة، هناك مياه يعني ولكنها باردة إلى حد ما. شيء جميل طبعا يعني وجود هذه الأمور في داخل الحرم الجامعي، في داخل الكليات. تلاحظ أنه يعني مكان واسع جدا، والمرآة بالسيارات كبير جدا، البنايات متباعدة، يعني شيء يفتح النفس على الدراسة بخلاف جامعاتنا المكبوسة والمحصورة، والتي يعني كل شيء قريب من بعضه الآخر. ليس هناك يعني باركينج للطلبة، ليس هناك مكانات يستطيعون قضاء الوقت فيها. يعني تلاحظ أنه هنا في داخل الجامعة يعني كل الأمور التي نتعلمها بشكل نظري موجودة عمليا، يعني رعاية البيئة، حماية الحيوان، الرياضة، الاستجمام، غيرها، كل الأمور موجودة في الجامعة، يعني تلاحظها نظريا وعمليا.